بس حلمي عبد الباقي يعني منشد صحفي قوي جدا بيقول روبي صوتها نشاز ومش عارف مين دخلها النقابة، يعني الدنيا اتقلبت. فما ينفعش حد تكون موجود معانا وما نسألش في اللي حصل ده لأنه بقى يعني انا بصراحه ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع ده، بس طبعا يعني انا يعني انا في حياتي كلها ما عمري ما كان لي عداوات مع حد، وعمري ما يعني بحترم كل الناس وبحترم الكبير والصغير، ولكن انا في الاول وفي الاخر انسان بصرف النظر عن اني فنان، انا في الاخر انسان ليا مشاعري وليا رايي الخاص. فانا كل الموضوع ان في حد موسيقي يعني موزع موسيقي بعت لي الفيديو، قال لي هم دول يا عم الموسيقيين، هم دول الفنانين بتوعكم وكده يعني. فانا سمعت الفيديو فلقيت يعني الموضوع مش يعني موسيقيا لا خالص، يعني بعيد عن التوناليتي، ويعني ما فيش اي كونتاكت بين الغنى والمزيكا. فانا بصراحه ويمكن دي يمكن من لأول مرة أنا بعملها يعني، وبرضو يعني مش قصدي عداوة ومش قصدي هجوم ومش قصدي أي حاجة، أكتر من إن أنا قلت رأيي الشخصي إن ده الغنى ده مش مظبوط، يعني في نشاز، بس ده مش معناه إن أنا خبير مزيكا ولا إن أنا يعني أحسن واحد بيغني ولا الكلام ده خالص، لا أنا قلت من وجهة نظر إن أنا شوية ودني كويسة شوية بفهم في المزيكا، فقلت رأيي. فأنا بصراحة ما كنتش متخيل إن الموضوع هيكبر قوي كده، ورجاء الناس تفهم إن أنا مش قلت ده مش علشان أنا بقصد الهجوم على حد، أنا قلت ده من وجهة نظر واحد عادي مصري عادي، ولا أنا في مجلس النقابة ولا فنان ولا أي حاجة، أنا قلت ده لمجرد إن أنا سمعت حاجة يعني بصراحة يعني بعيدة كل البعد عن الغنى فقلت كده. فأنا اتفاجأت إن كل مصر بتكلمني وكل صحفيين مصر بيكلموني، وأنا برضو الكلام اللي قلته لحضرتك ده هو اللي أنا قلته لأي حد يعني، لكل اللي سألني. أنا مش قصدي الهجوم في حد ذاته على النجمة روبي، يعني ما حصلش ان انا قصدي ان انا اهاجم ولا اي حاجة، بالعكس كمال انا قلت انها ممثلة هايلة جدا، وانا يعني من الناس اللي اعجبوا بيها جدا في التمثيل، بس الفيديو اللي انا شفته لا خالص يعني بعيد عن المزيكا خالص. لو ان حاجة في لجنة وعايز اخد رأي حاجة في ده برضو، برامج المسابقات اللي بتحصل، لو ان حضرتك عضو لجنه التحكيم في برنامج مسابقات وجي الصوت اللي انت شفته في نفس الحفله كان مشترك، هل هتمنحها تاشيره ان هي تعدي ويبقى في منها فرصه المره الجايه، ولا انت شايف ان الموضوع منتهي؟ انا يعني من الناس اللي ما بتحبش تجامل في المزيكا، يعني اصل المزيكا دي ليها قانون، يعني هي مش الغنى ده مش يعني مش 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 واحد بيغني وخلاص، لا الغنى ده يعني انت ودنك فين والمزيكا فين بصرف النظر مين اللي بيغني بقى يعني. انا وبرضو بعيدها تاني، مش ان انا احسن حد، لا انا مش احسن حد طبعا، لان في ناس احسن مني بكتير جدا، بس انا بتكلم من وجهة نظر حلمي عبد الباقي الفنان العادي، يعني مش ان انا راجل احكم ولا كلام من ده، بس طبعا لا اي حد هيغني بالشكل ده طبعا هرفض تماما يعني.